والآن متابعة لأهم الأخبار الاقتصادية. باقة من أخبار المال والأعمال بصحبة ليلى عمر. إليك ليلى. محمد عبد وإلهام نمر، شكرا لكم، وننتقل لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في نشرة التاسعة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن طرح وحدات سكنية جديدة ضمن البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل خلال الفترة الحالية. وأكد المركز في بيان أن الإعلانات المتداولة مزيفة ولا علاقة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بها، مشددا على أنه في حال طرح أي إعلانات جديدة سيتم إتاحتها بشكل رسمي من خلال المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي. سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير السنوي الرابع عشر الصادر عن الاتحاد الدولي للغاز في يوليو الماضي بشأن الغاز الطبيعي المسال، حيث يعتبر هذا التقرير المصدر العام الأكثر شمولا فيما يخص الاتجاهات الرئيسية في الغاز. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن عام 2022 كان عاما مضطربا في تاريخ أسواق الغاز، إلا أن الغاز الطبيعي المسال أظهر قدرة كبيرة كمصدر أساسي للطاقة، يتمتع بطاقة ومرونة موثوق بهما للانتقال الآمن للطاقة. وأشار التقرير إلى أن حجم التجارة العالمية من الغاز في عام 2022 بلغ نحو 401.5 مليون طن متري. أكدت الحكومة أنه سيتم الأربعاء والخميس صرف الدفعة الثالثة من المرحلة السادسة من مبادرة السداد النقدي الفوري ل 744 شركة مصدرة بإجمالي مساندة تبلغ نحو 4 مليارات جنيه، لتصبح قيمة المساندة عن كامل المرحلة السادسة ما يقرب من 12 مليار جنيه ل 1558 شركة مصدرة. كانت الحكومة قد وافقت على زيادة مخصصات المرحلة السادسة من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين بقيمة ملياري جنيه لتصبح 12 مليار جنيه بدلا من 10 مليارات جنيه، على نحو يسهم في تعزيز استفادة مجتمع الأعمال والشركات المصدرة من المبادرة، بما يعظم فرص التوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية. أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن وصول أول سفينة حاويات تعمل بالوقود الأخضر في العالم، واستقبل السفينة ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة، وذلك في أولى رحلات السفينة لميناء مصري مطل على شرق المتوسط، حيث كانت السفينة قادمة من رحلتها من آسيا مرورا بأفريقيا من خلال مصر ومنها إلى أوروبا. في سوق المال أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب وسط تداولات تجاوزت 2.3 مليار جنيه، كما ارتفع رأس المال السوقي بنحو 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 38% ليغلق عند مستوى 17965 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3638 نقطة، وزاد مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 5367 نقطة. أما في أسواق البترول العالمية فتراجعت أسعار النفط بضغط من بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين تزامنت مع مخاوف من أن خفض الصين بصورة غير متوقعة لأسعار الفائدة الرئيسية لن يكون كافيا لإنعاش الاقتصاد. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.97% لتصل إلى 84 دولارا و51 سنتا للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة
2.33% مسجلا 80.59 دولار للبرميل. وتراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.9% لتصل إلى 3.02 دولار للتر. وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 5.12% لتسجل 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. في السعودية أظهرت بيانات حكومية تراجع معدل التضخم السنوي للشهر الثاني على التوالي إلى 2.3% في يوليو مقابل 2.7% في يونيو. وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن ارتفاع الأسعار يرجع بشكل رئيسي لقفزة بنسبة 8.6% في أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى، مع زيادة تبلغ 1.4% في أسعار الأغذية والمشروبات. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لمحمد وإلهام، إليكم من جديد. شكرا لك ليلى عمر.